أهلا بكم. بداية، ثمن كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري رفقة والي ولاية الجلفة ثمن نشاط الاستثمارات ذات البعد الاستراتيجي التي تم تثبيتها مؤخرا بالولاية كالفلاحة والصناعات التحويلية والخدمات والسياحة. وتطرق كمال مولى خلال لقائه بوفد من رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين بالولاية إلى سبل تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وكذا الحلول الواجب تقديمها خدمة للتنمية الاقتصادية بالمنطقة. حيكون ثاني مؤسسات اللي يكون فيها التحويل الزراعي، لانه الزراعه منيعه، ولكن من يعني ما نروحوش نديو يعني الزراعه منا باش نمشيو على 300 400 500 كيلومتر باش نديو التحويل تاعها. حي سيكون يوم مؤسسات تحويليه ولكن تاع المواد الزراعيه، ولكن مؤسسات يعني رائده. ما نتكلمكمش اليوم على نوع المؤسسات، ولكن سوف تشوفوا على القريب سوف يكون مؤسسات رائدة في مجال التحا في مجال التصنيع. نحن على علم وعلى يقين ثابت أنه لا بديل ولا مناص من الاستثمار إذا ما أردنا أن يعني نرقى بوطننا وبلادنا وبولايتنا إلى أعلى المصفات. كانت فرصة أيضا لكي نبرز مقومات الولاية وما تكنزه من ثروات طبيعية كانت أو بشرية، وكل الأوعية العقارية المفتوحة للاستثمار والتي رابحة وناجحة بدون شك. فكانت فرصة أن تدرسنا كل المحاور وكل الترتيبات لننطلق إن شاء الله معا اليد في اليد في إن شاء الله جلب أكبر عدد من المستثمرين إلى ولاية بومرداس، حيث تم تسليم أزيد من 50 عقد امتياز استثماري لفائدة مستثمرين في المجال الفلاحي عبر مختلف بلديات الولاية. وبهذا الإجراء تتصدر ولاية بومرداس ترتيب المناطق التي حازت على أكبر عدد من عقود الامتياز التي بلغت نسبة 94%. أكثر التفاصيل نتابعه في هذا الموضوع مع نسرين دحمان. عقود امتياز لمدة 40 سنة استفاد منها فلاح ولاية بومرداس، إجراء بشرته الدولة لدعم المنتجين الفاعلين ضمن البرنامج الوطني لترقية وتقنين النشاط الفلاحي. احنا كنا نخدمه في الفلاحة، يعني كأن إنسان مواطن ما عندوش البطاقة الوطنية، يعني ما تثبتش الهوية تاعه. واليوم إن شاء الله بهذا تسليم هذا العقود تاع الامتياز نصبح إن شاء الله نقولوا بلي رانا في مستثمرة اللي ثابتة ورانا مسؤولين عليها، وملكيتنا إن شاء الله بهذا العقد تاعنا إن شاء الله تبقى مضمونة. كنا شوية مغبونين لأن كل واحد كان يستنى كما أنا كنت نستنى من 2016، واليوم الحمد لله الحمد لله يعني جات سوبيتمون وفرحنا. أنا عندي الكوراج باش نخدم المستثمرات تاعنا نحافظوا عليها، هكذا كي عندي أنا عقد نحتفظ بها أكثر من كما نقول نفسي. أزيد من 4000 عقد استثمار تم تسليمها منذ بداية العملية، لتحقق بذلك ولاية بومرداس نسبة 94% من عملية تسليم العقود. عقود تضمن امتيازات للفلاحين وتجسد دعم الدولة لهذا القطاع. هذه العقود امتياز تسمح تمنحهم امتيازات كثيرة للفلاحين، خاصة يستغلوا أراضيهم بأرياحية، وكذلك تمنح لهم امتيازات مثل الدعم، يقدروا يدوا الدعم ويقدروا ثاني يديروا قرض بنكي، وخاصة إبرام عقود شراكة التي تسمح لهم بجلب العصرنة لمستثماراتهم الفلاحية. هناك عقود امتياز هي في طور التحضير، كذلك هناك اتفاقات ثاني أي في طور التحضير. إن شاء الله في الأيام القادمة سننتهي من هذه العملية ونسلم كل عقود الامتياز للفلاحين الذين عانوا كثيرا، وإن شاء الله بهذه العقود ستفتح لهم كل أبواب من أجل الاستثمار وتقديم الأحسن لهذه الولاية. ترقية الاستثمار الفلاحي ودعمه من شأنه استحداث أقطاب فلاحية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي. اختتمت اليوم بالعاصمة الصينية بكين أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي فوكاك لعام 2024. هذا وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي
إن القمة حققت نجاحا كاملا. وتعليقا على النتائج الرئيسية التي أسفرت عنها القمة، قال وانغ إن العلاقات الثنائية بين الصين وجميع دول إفريقيا التي تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية مع الصين ارتقت إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية. هذا وتم في ختام القمة طرح 6 مقترحات رئيسية لدفع التحديث في الصين مع وإفريقيا، كما تم الكشف عن 10 إجراءات شراكة من أجل تعميق التعاون الصيني الإفريقي خلال السنوات الثلاث القادمة. ويذكر أن قمة المنتدى التاسع للتعاون الصيني الإفريقي فوكاك عرفت مشاركة الجزائر ممثلة بوزير الخارجية والجارية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، الذي أكد بالمناسبة التزام الجزائر بتعزيز الشراكة الإفريقية الصينية. سجلت نسبة التضخم في تونس تراجعا إلى مستوى 6.7% في شهر أوت المنصرم بعد أن كانت في حدود 7%. ويعود هذا التراجع حسب معطيات نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 8.5%، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد المصنعة والخدمات بشكل عام. انخفضت فرص العمل بالولايات المتحدة في شهر جويلية الماضي إلى أدنى مستوى لها خلال أكثر من 3 سنوات، في إشارة إلى ضعف محسوس بسوق الوظائف. وأوضحت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها الشهري أن فرص العمل التي تعد مقياسا للطلب على العمالة انخفضت بأكثر من 230 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى تشهده الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2021. قبله تراجع في طلبات العمل، وذلك جراء سياسة تشديد نقدي قوية انتهجها مجلس الاحتياط الاتحادي. إلى مؤشرات أسواق النفط، حيث ظهرت انتعاشا في تعاملات اليوم وسط انخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في العام، وإرجاء زيادات إنتاج التحالف أوبك بلس للنفط المقررة شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. إلى ذلك ارتفعت أسعار العقود الأجل لخام برنت ب 0.83% لتسجل 73 دولارا و29 سنتا للبرميل. وارتفعت أيضا أسعار العقود الأجل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 69 دولارا و81 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب اليوم مقتربة من أعلى مستوى لها خلال أسبوع مع انخفاض مؤشر الدولار وعائدات السندات الأمريكية. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ب 0.80% لتسجل 2514 دولارا للأوقية. كما ارتفعت أسعار العقود الأجل للذهب ب 0.80% إلى 2545 دولارا للأوقية. ختام أخبار الاقتصاد بعرض لأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابلة الدينار الجزائري. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.